النتيجه نوقف نبطل لا لا ما ممكن نعلن استسلامنا لا لا ابدا ما ممكن بس, بس 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 اسمح لي الوضع تغير استاذ هل تخالف ان الوضع تغير لا هل هل لا تتفق معي ان الوضع عما كان عليه قبل خمس سنوات ارسم لك خط بياني الشرطي كان لا يستطيع ارسم لك خط بياني ارسم لك خط بياني تحسن 2008 2009 2010 2011 نحن نقاتل عدو في 2013 من صارت احداث سوريا بدا ينزل وما زال مستمر بالنزول جهدنا كله متحول للغرب والشمال مع هذا خلينا نرجع كاعلاميين نسولف هسه خلينا واضح نخاف حاليا هذا مو سابقا كنا نخاف من شيء اسمه داعش زين كنا نخاف من شيء اسمه قاعده أيه. ليش؟ لأنه كانت القاعدة موجودة هنا وداعش موجودة هنا بالتالي عدوك تعرفه منه زين. وحتى أنت من تقتل أصابع الاتهام وين تروح؟ تروح لأنه داعش كان موجود هنا بفلسطين بالمنصور بالكرادة كان داعش موجود قبل كنا نلبس تراكسودات ونظارات وباجاتنا من نطب الحيفة نخليها بالجواري مثل ما تدري زين. قبل هذا صحيح قبل كنا نخاف بس هسه المشكلة اللي قتلك ما معلن هو داعش اذا اعلن هو داعش فهذه مشكله مثل ما قالت سيده ميسون دملوجي انه داعش يعني دمنا يضيع بين القبائل هسه انت مثل ما بينت بالتقرير دمك يضيع بين القبائل هذا المشكله اثنين اللي قتلك هسه او اللي يستهدفك هسه بالنتيجه هو يعرفك يعرف عنوانك يعرف مدى تاثيرك ليش لسه دافع الصحفيين سيده برغيف مساحه تحدث قضيه وانا اريد اشير لها قال المواطنين متساوين بالحقوق والواجبات وفق الدستور صحيح انا اقول لك صحيح واكو مواطنين هواي انخصفهم ما حد اشار لهم صحيح لكن الاعلامي الرياضي اي شخص في مصر هذا هدف اي شخص اي مجموعه ضد النظام السياسي تبحث عن اهداف الضابط هدف الاعلامي هدف الرياضي هدف المغني هدف الممثل هدف لذلك بمقدار هذه مجموعه الاهداف احنا الاعلاميين جزء من عتهم صرنا هدف سهل بعضنا حتى ما عنده سيارات يصعد بالكيه وبعضنا عنده سياره معروفه ديك هي قبل يوم انا جيت من المتنبي الزحام ماكو مجال سيارات اجرت تاكسي قلت انت مو سيارتك تستاهل تفاجأت ما ادري كنت قال لي لا مذاك يطبق تصفي هذه مشكله اذا سايق بالشارع يعرف سيارتك بالمقابل ماكو جهد استخباري على الاقل يعني يمكن ان يوقف القاتل او يمكن ان يزيد عدد قتلانا يزيد عدد اللي يقومون بقتلنا هاي المشكله قبل كان يقتلنا داعش 10 بالليل لا بس هسه 10 يعني لا بالثنين لا بالثلاثه استاذ فاضل بال10 بالليل عمليات اجهاضيه يعني ما شاء الله بال10 بالليل العوائل برا وبالمطاعم وبغداد منوره علينا ان نوجه نيران مدافعنا اللسانيه والكلاميه صحيح. على داعش متفقين يعني مختلفين يعني داعش. هل تعلم انه قبل حوالي اكثر من 3 اسابيع تم تفكيك 3 ناقلات تريلات استخبارات العسكريه تريلتين استخبارات بغداد 3 تريلات محمله بالاحزمه الناسفه والعبوات والنترات نترات الامونيا اليوم هناك انجازات والله انا هي ليست فقط دولتي وليست فقط حكومتي هي حكومتنا ودولتنا وشعبنا ووطننا كلنا بهذا الاتجاه انا نعم كلنا في مركب واحد طيب سألني اعلامي عراقي الان ضد هذا توجهك وما داعم لهذا توجهك كلنا في مركب واحد اصلا ليش اهداف يعني معقول جهاز المخابرات يطلع يقول انا سويت الشكل وسويت الشكل لان هو عمل سري ولا معقول استخبارات بغداد ولا معقول مديت جهاز الامن الوطني الان الوضع اختلف تماما استاذ احمد